نتابع التفاصيل. أحد هذه يعني التفاصيل حصلت مع نغم، نغم مواجدة وهي طفلة أردنية أصيبت بطلق ناري طائش بإحدى المناسبات، ما سبب لها معاناة بسببها. وبسببها أطلقت نغم مبادرة نغم لمحاربة إطلاق العيارات النارية في المناسبات. نتابع. قوانين طبعا، بس القوانين للاسف مش رادعه، دائما بنحكي انه القوانين مش رادعه، وبنحاول انه نتوصل للسلطه التشريعيه انه يشددوا العقوبه او يضغطوا العقوبه على مطلق العيارات الناريه. في 2013 يوم السبت الساعه 6:30 اصبت بعيار ناري، كنت على باب البيت زي اي طفل بلعب، اصبت بعيار ناري. كانت تصدم انه اول شيء فقدت عيني 21 يوم بالمستشفى تقريبا. بدت معاناتي من هذا اليوم، من 6/7 مع فقدان عيني، هذا اليوم هو ما بنساه يعني طول عمري. نغم كانت على باب البيت تلعب زيها زي اي طفله يعني على باب بيتها. اجاها طلق رش جسمها كله، هي طلقه واحده بس جاي الخطوش تبع الكبير، هاي الحجم الكبير أجتها رشت كل جسمها، فاتت حبة في عينها. أسعفناها على المستشفى، عملوا لها اللازم في الأول، دخلوها الآي سي يو، صوروها صورة طبقية، بين جسمها كله في خردوق. طبعا نلاحظ أن هذه الوثيقة جاءت في التزامن مع مبادرة الشرطة المجتمعية المليونية توقيع من أجل وقف إطلاق العيارات النارية، فتم التوقيع على هذه الوثيقة من قبل الجميع. جمعية نغم الحياة الخيرية هي أول جمعية على مستوى الأردن للحد من آفة إطلاق العيارات النارية. الجهات الداعمة لجمعية نغم الحياة المجتمع المحلي، الأجهزة الأمنية. بقول كل أم تكون هي الرادع الوحيد لابنها. مثلاً أنا بشوف ابني حامل مسدس بتخفيه، تعال يما ليش أنت حامل مسدس بتخفيه؟ أنت ما بتعرف الطلقة هاي وين هتروح. يعني زي ما أنا محرورة، في غيري كمان محرورة على ابنه أو بنته. كنغم مواجدة لسه ما بتعرف أنه أنا صغيرة، حاطة مستقبل قدامي أني أكمل دراستي من ناحية القانون، بدي أستمر بهذا الإشي لأن هذا الإشي برضو بفيد جمعيتي من ناحية قانونية.